السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع بينج من شركة مايكروسوفت بيديك إمكانية إن أنت تديله برومت هو يبدأ يعمل لك صور. خلينا نيجي هنا مثلا وأديله برومت، قلت له أنا عايز سنو جلوبال اللي هي الكرة الزجاجية ديت، تمام، بس يكون فيها ديتيل ويكون رياليستيك، وتخيل إن هي جواها حاجة من فلسطين، مشهد من فلسطين، ونبدأ نشوفه. فبيبدأ يعمل لك صور اللي مقفول، يعني بيقول لك لا مش هينفع. طيب شكله بدأ يقفل على كلمة فلسطين، يعني ما شتمتش في حد. طيب خلينا نكتب ايجيبت، تمام اهوت، وهكتب هنا ايجيبت، تمام اهوت، ونقول له كريت. ففعلا كتب لنا كلمة ايجيبت، تمام. لو واحدة فيهم عجبتك ممكن تدوس عليها وتكبرها وتسيفها، تمام. طيب ممكن مثلا تكتب بقى تشوف ايه الكلمة اللي انت عايزها هنا، ويخلينا نجرب نقول له كرييت. ممكن بقى تعمل كل البلاد، هو بقى يبدأ يتخيل منزل من البيت دوت ويعملها لك في شكل جميل ويبدأ يوريها لك. إيراق، تقدر تكبر الصورة وتشوفها. لو الصورة حاسس إنها مش تبعك فممكن تقول له اعمل واحدة تانية، تمام. يعني تقدر تعمل صور كتير جدا في ثواني. مفترض على العراق، مش عارف أعمل معاه إيه. طيب نجرب لبنان، وممكن تكتب له اسم المبنى، تمام، يعني تحدد له مبنى معين موجود في لبنان، موجود في سوريا، فيبدأ ان هو يحطه لك. مثلا عندنا في مصر مثلا مسجد السلطان حسن، الاهرامات الثلاثة، وهكذا.